السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد كما ديما. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ورمضان مبارك للجميع. وانتم اخوتي مرحبا بكم في السجن ديالنا كما ديما الاخوان. انتم الاخوان الحمام ديالنا كاملين كيبانوا لكم، وكاين ما يتعاود الاخوان نقول لكم شنو كاين. هذاك الانتواء الاخوان راهي للداخل، هذاك التغيير ديال اللي كنت ملاقيهم قبل الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات فارقت، كنت لقيت مع الدكال الخينيسي الاخوان اللي باقي عاقلين، قلت لكم غادي نوكل بهم وهم تجاوجوا الاخوان. دابا شي 3 ايام هما مزوجين، والتكيار هذا اللي كنت سد عليه هنايا صافي رخيت له خليته على خاطرو يدور. هاو الاخوان كيفاش رجعت تبارك الله. وهاد نتيوا الاخوان البارح التكيار ديالها الاخوان ما رجعش، تلاقت له ميتيرو وما رجعش الاخوان. تلاقت لهم قبل المغرب بشي نص ساعه ما كانوا، والحمام كامل رجع هو ما رجعش. دابا بقاو عندها جوج ديال الفروخه وما كتقدرش يتوكل لهم جوج بيهم. الطفريخ هذا الاخوان هذا الصغير اللي كيبان لكم هنايا، ملي كان اصلا ملي كان باهم هنايا ما كانوش كيوكلوا وهنا كنت كنوكلو. دابا ملي مشى الدكار الاخوان مابقاتش كتقدر توكلهم اصلا بجوج بهم، كتوكل هذاك الكبير. ديك الصغير انا كنوكلوها الاخوان، انا نوريكم الطريقه كيفاش كنوكلو. الكيار الاخوان المنتوى ديالو هنايا الاخوان بداو كيسخنوا في العش، باقي ما حطوش، يتعطلوا بزاف هاد المره ما عرفتش علاش. الفروخه ديالهم الاخوان تبارك الله بداو كيمشيو كيتحركوا، مابقاو شي جالسين في العش. هانتوما الاخوان، هاهو تبارك الله الاخوان، هاهي الام ديالو، الام الحقيقية ديالو هي هادي الاخوان، كيشبه لها اصلا. وهادو كنت عملتهم لهم الاخوان، هانتوما ديك فريخ اخر، طلع راسو منقط بالبيض الاخوان، هانتوما الاخوان تبارك الله بداو كيكبرو. كملوا الريش وديك ديك زويجه قهويه الاخوان، ديك فرياخ ديالو اللي كنت قلت لكم ديال كاتيطان كبار تبارك الله. اليوم في الصباح باقيتو، انا نجبد لكم الاخوان تشوفوه. ها هو الاخوان تبارك الله رجع قد ديك فرياخ ديال، ها هو يلا باقيتو في الصباح بالدرع الاخوان تبارك الله. مغشيتي تبارك الله رجع الاخوان، لحق على هذا الاخوان، هذا اللي من هناك عليه نقدو الاخوان. هذا يلا عنده سيمانه اسبوع، وهذا الاخوان لين يكمل شي 16 17 يوما الاخوان. ها هو شوفوا خه قدش، وهو قدش الاخوان. دابا غادي نوكلوا الاخوان تشوفوا كيفاش كنوكلوه انت الماء. هاد فريخ الاخوان ها تبارك الله واكل كتا الله وفيه حتى بوحديتو. ردوا المتعة، هانتوما الاخوان دابا غادي نوكلو ديك فرياخ ونطلقو الحمام. هانتوما الاخوان هيداك انا من هيداك نوكلو، هاهو كيما كتشوفو انا كاينة ماكلة كنعملو فهاد الوكالة الاخوان. دابا واكلو واحد شوية نزيد نوكلو، دابا قاربة المغرب كنوكلو ثلاثة مرات في النهار اربعة، دابا اليوم جاي ثلاثة وكلت وهادي مرة ثالثة. كنبقى نكبلو الاخوان بحال هكدا بشوية بشوية، كل مرة نكبلو خمسة ستة الحبات. وبيد عارف مين كتجي الماكلة يا خونا، كيبقى تا هو باغي ياكل. شوفو كيش كيعمل، هايدا الاخوان كنبقى نكبلو في الماكلة الاخوان حتى كيعمرا. وملي نسالي الماكلة الاخوان نوريكم كيفاش كنعطيه كنعطيه يشرب. كيدابا شي 3 ايام الاخوان وانا كنوكل فيه. دابا الاخوان مكتب بحال هكدا صلاح الفروخة اللي يكونو عندهم كتر من سيمانة 12 ايام 8 ايام. بعد 3 ايام الفروخة صغارين الاخوان، بعد 3 ايام الفروخة غادي يكونو صغارين عندهم يومين 3 ايام يقدرو يموتو الاخوان، يكونو صغارين ما يقدروش يهضمو هاد المكلة ديالها.
هو الاخوان هاتوا مثل ما كتشوفوا دابا واكل صورت له دابا نوريكم كيفاش كنعطيه يشرب الاخوان. انتما الاخوان كتشوفوا هادي كتكون فيها هذيك هاد الانبوب هذا الاخوان كيكون فيها هنايا هذا كيكون راكب هذه الغلاقه ركبتها له فهمتوا كيفاش كتكون راكبه بحال هكا في الفشفاشه هذه كتكون كاينه في هذا الردومه هذه زولت منا الاخوان هذا الانبوب هذا زولت منا غير هذا ومثلو الغلاقه هيدا كما كتشوف معنا هانتوما الاخوان ردومه الماء هي صافي غلقتها بحال هكا الاخوان هانتوما صافي هيدا كنطيه يشرب الاخوان هانتوما وبالدواء بمجي كنزلو هنايا كيجي لي لانيش انا عارف شنو عارف فين كاين الماء هانتوما الاخوان عارف شنو كاين هانتوما الاخوان خليه يرتاح واحد شويه ما باقي خصو هاد الماء الاخوان ماشي بارد اللي من الماء بارد من الروبيني نيشان الاخوان دافي واحد شويه هانتوما الاخوان تبارك الله عندو عامر الدركولة بالماء وبالماكلة نزيدو واحد شوية د الماء الاخوان صافي نردو المطر صافي بارك عليها الاخوان راه عطيتو اصلا عطيتو الماء بزاف كيما ماشي مشكل تبارك الله واكل الاخوان صافي الاخوان دابا ردو نوان متعو هانتوما كتشوفو معانا دابا ردو نوان متعو الاخوان هاديك نسيوها ولاف ولاف مبقاش مولف في الصندوق ديالو بزاف الاخوان كيبقى يخرج لي هنايا عندي كيضربو شي دكيارة الاخوان كنزيد واحد لاجورة هيدا باش مكيقدرش يخرج عندي كندخلو الاخوان بحال هكدا صافي دابا ميقدرش يخرج واخا يبغى يخرج ميقدرش دابا يمشي يشبع المطر الاخوان هادشي لي كاين الاخوان دابا نطلقونا الحميمات هانتوما الاخوان ديك الزويجة كحلا خرجت نتيو هاد الخنيسي تاهي خرجت الاخوان بصح ترجع هاديك نتيو حيت الدكار ديالها كيفما قلت لكم البارح مرجعش عندك تمشي تاهي طيش ولا الكير ديالها الاخوان تكون ضرباتو شي سيوانة وقيلة اولا تلاف ولا المهم هو راه مولف عندي شي 5 شهور هو عندي الاخوان مولف عمرو ما هرب ولا دايما كيشي هاي فين كتر الاخوان يا دي اللي نزلت تمايا هاي ديك انتي والاخوان قهويه اللي كانت حطان على هذيك فرياخ طرفات Thank you.
انتم الاخوان اذا كنت سيوا تخيني سيرجعت الحمد لله. كنت خايف عندك ما ترجعش حيت الدكار ديالها الاخوان كيف ما قلت لكم قبيلتي البارح طار وما رجعش، خفت عندك حتى هي تمشي، ولكن هي رجعت الاخوان عنده فروخه ديالها الاخوان تحضن عليهم اللهم ديك فروخه وما تبارك الله. المهم هنايا الاخوان نكون وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساوش الاخوان تشتركوا معنا في القناه، تخليو لنا شي لايك اذا عجبكم الفيديو، وتمنى شي تعليق الاخوان تحفزونا به. السلام عليكم.